بسم الله الرحمن الرحيم. سنتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله أنه نشرح إحدى الرتب المشهورة يوريدينالس ضمن الصف يوريدينيو مايسيس، وهذا الصف ينتمي لشعبة الفطريات البازيدية بازيدي مايكوت. هذه المملكة وهذه الرتبة اللي راح نتناولها بالتفصيل. الرتبة تتميز أفرادها، تتميز أفراد هذه الرتبة يوريدينالس بأن البازيديوم أو الغزل الفطري اللي هو سمينا ميتا بازيديوم، ميتا بازيديوم مقسم بصورة قد تكون مستعرضة أو طولية إلى 4 خلايا. إذا ما يميز هذه الرتبة إنه البازيديوم التركيب اللي يحمل السبورات البازيدية الجنسية يكون مقسم بصورة مستعرضة إلى 4 خلايا، ويوجد على سطح كل خلية هذا التركيب اللي سميناه ستريغما اللي هي أذينة أو نتوء صغير. ماذا يحمل؟ يحمل سبور مفرد ينشأ من البازيديوم التالي والغزل الفطري من نمو. من أين ينشأ البازيديوم؟ هذا التركيب البازيدي المشهورة به أو تشتهر بفطريات البازيدي مايكوتا. ينشأ البازيديوم والغزل الفطري من نمو السبور التيليدي. ماذا تضم الرتبة يوريدينالس؟ هذه الرتبة تضم فطريات، لكن الميزة انتبهوا على هاي الكلمة، الميزة انها اجبارية التطفل. هاي النقطة الاولى. 2 متخصصة على النباتات. 3 تسبب لهذه النباتات التي تتخصص عليها فطريات التابعة لوريدينالس تسبب لها امراض خطيرة، تسبب لها امراض خطيرة. ماذا تسمى النقطة الرابعة؟ تسمى الاصداء. هذا المرض اللي يصيب الحنطة والناتج عن الفطريات التابعة لوريدينالس نسميها امراض الاصداء. طيب، المرض المشهور اللي هو مرض الساق الأسود في نباتات القمح أي الحنطة. ما هو الفطر الذي يسبب هذا؟ اللي هو بوكسينا غرامنس. لكن النقطة الأساسية أن هذه الفطريات لا تكون ثمارا بازيدية. هذه اليوريدينالس لا تكون، إحنا الفطريات البازيدية مشهورة بتكوين البازيديوم، هذه لا تكون ثمارا بازيدية أو أعضاء تكاثري، لكنها تكون أشكال. تبول على هالنقطة، النقطة السابعة صارت أشكال مختلفة من التراكيب كذا، يعطي كل منها نوعا من الأبواب الإسبورات. ما يميز هذه الفطريات التابعة لوريدينالس أنه لا تكون تراكيب ثمرية ولا يعني ثمار بازيدية، وإنما تكون تراكيب تكاثرية كل منها يعطينا شكل مختلف من الإسبورات. طيب، ماذا تضم هذه الرتبة؟ الرتبة يوريدينالس ماذا تضم؟ تضم لي 3 عوائل، بوكسينياسيا وبيناسبورياسيا وسوريوسبورياسيا، ولكل عائلة من هذه العوائل يوجد مثال أو جنس يمثل هذه العائلة. أريد نشوف دورة الحياة في هذه الفطريات. هذه الفطريات باليوريدينالس تتميز بدورتين، إما تكون قصيرة أو طويلة. يعني أرجو الانتباه، هذه الفطريات تتميز بنوعين من دورات الحياة، إما نسميها مايكرو سايكليك اللي هي دورة قصيرة، أو نسميها ماكرو سايكليك اللي هي دورة طويلة. أين الفرق بين الدورتين؟ إذا كانت قصيرة يكون فيها السبور التيليتي هو السبور الوحيد ثنائي النواة. إذا كانت دورة قصيرة، انتبهوا على هذا الفرق، إذا كانت دورة قصيرة فقط عند السبور التيليتي سيكون ثنائي الأنوية. طيب، إذا كانت الدورة طويلة، إذا كانت دورة الحياة طويلة، انتبهوا على هاي الكلمة، هي الدورة التي يكون فيها أكثر من سبور ثنائي النواة. المايكرو فقط السبور التيليتي ثنائي الأنوية. الطويلة عندنا أكثر من شكل من أشكال السبورات يحتوي على نواتين. بمعنى آخر، تتضمن دورة الحياة 5 أدوار، 5 أطوار، 5 مراحل من السبورات. وفيما يلي يعني سنشرح هذه الدورة للفطر الممثل لهذه العائلة اللي هو بوكسينا غرامنس إف سبيشياليز ترتيسايل. وهذه الكلمة قلنا تدل على التخصص الأمراضي للفطر. هذا الفطر غرامنس الذي يصيب الحنطة فقط ولا يصيب غير هذه السلالة، تصيب الحنطة فقط، وهناك سلالة تصيب نباتات أخرى من هذه الرتبة من عائلة بوكسينيسي اللي يسبب اللي هو بلاك روست في نبات القمح أو الحنطة. طيب، كدورة نموذجية، هذه الدورة راح ندرسها للفطر، هذا كدورة نموذجية طويلة يعني بها 5 أطوار في دورة حياته اللي قلنا يوجد بها أكثر من طور يحمل نواتين مختلفتين. طيب، والأخرى أو الصفة الأخرى لهذه الدورة أنه
تتم على عائلين مختلفين، يعني عائل اقتصادي وعائل غير اقتصادي، نبات بري. هذه هيتيروشيس، يعني هذه الدورة نمو الفطر البوكسينية ستتم على عائلين مختلفين، أحدهما نبات اقتصادي والآخر نبات بري. طيب النبات الاقتصادي هو الحنطة، هو العائل المتبادل اللي هو البربريز، اللي هو نبات البربري البري. الآن إذا أشوف ما هي هذه الأطوار اللي تتميز بها الدورة الحياة الطويلة لفطر بوكسينيا جرامينس، اللي قلنا أكثر من طول يحتوي على نواتين. أولا هذا البيكينيال ستيج الاسبيرماغوني، هذا أخذناه في التكاثر الجنسي الفطرية، سميناه المرحلة زيرو، المرحلة زيرو. ثم الايشال ستيج اللي هو الطور الاسيدي، سميناه ستيج 1 او المرحله الاولى. ثم الطور الوريدي اللي هو ريدينيال ستيج، اي ستيج 2. والطور التيليتي اللي قلنا بالدوره الصغيره القصيره المدى، فقط هذا الطور يحتوي على نواتين، يعني ثنائي الانويه، سمي بالستيج 3. واخيرا الطور البازيدي اللي هو يسبب الاصابه في موسم الربيع، واللي سمي بالمرحلة الخامسة ستيج 5. أعراض الصدأ أو أعراض مرض صدأ الساق الأسود على نبات البربري، اللي هو قلنا بربري سبيشيز، اللي هو النبات العال المتبادل. هذا النبات البربري راح تظهر عليه هذه النوعية البكنية، البكنيال ستيج البربري، واللي هو نبات بري غير اقتصادي. في أي موسم؟ في موسم الربيع. في موسم الربيع أين تظهر؟ على سطح الورقة. ماذا يخرج منها؟ تخرج منها سبورات بكنية. بس انتبهوا على هذه الكلمة، هذه الإفرازات العسلية أي طيبة المذاق، بعد 5 إلى 10 أيام تتكون الأوعية تشبه الفنجان المقلوب. يا شباب هذا الطور هو الذي يعطي الإفرازات العسلية طيبة المذاق الجاذبة للحشرات. بعد 5 إلى 10 أيام تتكون الأوعية تشبه تركيب أو شكل الفنجان المقلوب. ماذا تحتوي هذا الفنجان المقلوب؟ يحتوي على السبورات الصفراء البرتقالية. ماذا تسمى؟ تعرف بالسبورات الأسيدية. إذا انتقلنا يا شباب في موسم الربيع بعد تكون هذه التراكيب اللي هي تشبه الفنجان المقلوب، من الطور البكني على البربري إلى الطور الأسيدي على السطح السفلي الورقة. بدأت الإصابة سطح الورقة في البربري وانتهت بتركيب يشبه التركيب الفنجان المقلوب على السطح السفلي لنبات البربري. هذا الشكل اللي تلاحظونه يا شباب، هذه الأوعية البكنية والأوعية الأسيدية، هذه هي الأوعية البكنية على السطح العلوي وعلى السطح السفلي. وهذا الشكل يوضح لك السبورات البكنية، وهي ستكون شفافة، هذه إذا تلاحظون هذه أحادية الخلية، وبذات الوقت شفافة. الأوعية الأسيدية احنا بالبداية وين تكونت؟ على السطح العلوي. وين بعدين انتقلت للطور الأسيدي؟ انتبهوا لي، بتركيب يشبه الفنجان على السطح السفلي المن للورقة. وهذا الوعاء، هذا هو الوعاء اللي قلنا يشبه تركيب على شكل الفنجان المقلوب، اللي هو تحولت به، تحول من الطور البكني الى الطور الاسيدي. على اي نبات؟ على نبات البربري غير الاقتصادي، اللي هو نبات بري. طيب ماذا نفهم من دورة الحياة للفطر بوكسينيا جرامس دريساي الذي يقضي دورة حياته على نباتين، أحد البر والآخر الصادي، اللي هو الآن نبات القمح أو الحنطة. انتهينا من السطح العلوي الورقة، ثم السطح السفلي الورقة بتركيب يشبه الفنجان، اللي هو تحول لطور أسيدي. يتكون على سطح الورقة البربري الطور بيكني أولا، هاي ستيج المرحلة الأولى، أو ما سميناها بالمرحلة زيرو. هذا عبارة عن أوعية ورقية، طيب منها السالب ومنها الموجب. ماذا تحتوي بداخلها؟ على سبورات بازيدية، على سبورات، أي سبورات جنسية، وأيضا هاي منها السالب والموجب. متى تبدأ الإصابة؟ تبدأ الإصابة أولا على نبات البربري البري غير الاقتصادي، الأوراق حديثة التكوين اللي هي نسميها الصغيرة. متى بأي موسم؟ في موسم الربيع. تعطي هايفات بين الخلايا، يعني في المسافات البنية، ثم ترسل هاوستوري لامتصاص الغذاء، وهذه مرحلة درسناها في بداية في تغذية الفطريات. طيب ماذا يخرج من الفتحة العلوية الموجودة في هذا التركيب؟ تخرج او تتكون او تظهر هايفه الاستقبال السبتف هايبه، اللي ايضا اخذناها في تكاثر جنس الفطريات. هذا من صفاته احادي النواه مونوكاريوتيك، تخرج منها الافرازات الطيبه العسليه اللي تجذب الحشرات وتجعلها تنتقل من وعاء لاخر، تجعل الحشرات تنتقل من وعاء لاخر او بالعكس، يعني الموجب السالب والسالب موجب. وبالتالي ستتكون عندي هايفات، بس انتبهوا لي، ثنائيه الانويه.
هاي ما يميز دورات دورة الحياة الطويلة داي كاريوتيك أو داي كاريوفيز، وين تتجه؟ للسطح السفلي لورقة البربري، لازلنا في النبات البري. وش يتكون؟ يتكون الشكل المقلوب لكأس الماء بعد أن تتمزق البشرة. طيب انتقلت للسطح السفلي وعطتني هذا الشكل المقلوب، وبذلك سيتكون عندي الطور، يعني انتهينا من طور البيكينيال ستيج وذهبنا الى الطور اللي هو ايشيا سبور اللي هو المرحله الاولى. هذا هالمرحله ماذا يحتوي بداخله؟ سبورات اسيديه ثنائيه الانويه. انتهينا من هالموضوع. الطور الاسيدي يحتوي على نواتين، كان في البيكينيال ستيج اللي هي سميناها زيرو احادي، انتقلت بفعل الحشرات من الوعاء السالب الى الموجب او بالعكس، اعطتني الطور الاسيدي الثنائي الانوي. المرحله ستيج 2 اللي هي مرحله السبورات اليوريديه، ستتحرى هذه السبورات اللي تكونت في الوعاء الاسيدي وتنتقل بالرياح لتصيب نباتات حنطه جديده. طيب هذه السبورات هي اللي راح تنقل على النبات الاخر، لكن تبهولي ماذا اعطت؟ اعطت الستيج 2 اللي هي السبورات اليوريدي. اذا الان احنا وصلنا المرحله اللي تكلمنا فيها بانه في المرحله الطويله دوره الحياه الطويله يتكون اكثر من سبور من خليه يحمل نواتين، اكثر من خليه تحمل نواتين. الان اعطتني الطور اليوريدي اللي هو بثرات بنيه حمراء تحتوي ايضا العديد من السبورات اليوريديه. طيب من اين تخرج هذه السبورات؟ تخرج بعد ان تتمزق بشره نبات العائل اللي هو الحنطه العائل المضيف النبات الاقتصادي، وتسبب اصابات جديده خلال موسم النمو، يعني خلال موسم الربيع. هذه هي السبورات اليوريديه. في نهايه الموسم، يعني في نهايه موسم النمو، احنا بدينا بالربيع وننتهي بالصيف بالنسبه للحنطه، ماذا يتكون؟ يتكون نوع آخر من السبورات ولكن في نفس المقام، في نفس البثرة، في نفس الحفرة، في نفس التقعر، تعرف بالسبورات التلي. هذه السبورات ماذا تتميز؟ تتميز بسمك جدرانها، وهذا وصلنا للمرحلة الثالثة. الآن أصبحت عندي مرحلتين ثنائية إيش الأنوية اللي هي الوريدية والتليتية. هذه السبورات ماذا تتميز؟ بأنها تتكون من خليتين سميك جدران بنية ومعنقة. قمة السبور ايش راح تكون؟ راح نلاحظها بالشكل مستدقة، ويوجد ثقب انبات لكل خلية. السبورتيليتي يتكون من خليتين لكل خلية ثقب انبات، وبذات الوقت تكون معلق يعني ذات عنق وقمتها مستدقة. هذا السبور التيليتي. طيب وصلنا مرحلة ثانية، انتهى الموسم، نصل إلى مرحلة الربيع. في هذه المرحلة ستنبت كل خلية وتعطينا هايفة قصير ينشأ عليها ذنيب استريغمان أو نتوء صغير يحمل الجرثومة البازيدية، يحمل السبور أو البوغ البازيدي. وصلنا لأي مرحلة؟ اللي هي المرحلة الخامسة ستيج 5، وإحنا بدينا بالطور البكني أيضا يحمل سبورات بازيدية، منها السالب ومنها الموجب، واللي تعمل حشرات بفعل انجذابها للمادة الطيبة المذاق بنقلها من وعاء إلى آخر أو بالعكس، وبالتالي سيحدث انتشار السبورات البازيدية بواسطة لمسافات قصيرة حتى سقوطها على العائل، حتى سقوطها على العائل اللي هو بيربري سبيشيز نبات البربري البري، ثم تنبت وتخترق بشرته مرة ثانية، يعني تبدأ دورة الحياة مرة ثانية من جديد. المايسيليوم أين ينمو؟ بين خلايا النبات المضيف، وترسم ممصاته إلى داخل خلية امتص الغذاء، وبالتالي تكونت الأوعية البكنية وعادت دورة الحياة مرة ثانية لتتمزق خلايا البشرة وتظهر فتحة الوعاء البكني على السطح العلوي لورقة البربري. إذا بدينا بدورة حياة مرة ثانية خلال موسم النمو. عندنا تركيب البازيديوم كان مفروض نتكلم عنه ونصفه في المحاضرة السابقة، لكن للأسف فاتنا هذا الموضوع، سأتكلم عليه في هذه المحاضرة. البازيديوم اللي هو تشتهر فيه الفطريات البازيدية واللي أخذت تسميتها من هذا التركيب. ما هو البازيديوم؟ هو تركيب خضري يتكون في الفطريات البازيدية، يحمل على رأسه أربعة ذنيبات أذينات نتوءات صغيرة سميناها استريغما. هذا هو العدد المثالي، هاي هالأربع ذنيبات تمثل ستحمل
أربع سبورات بازيدية، هذه تمثل عدد مثالي، وكل إذا تحمل تحمل سبورا بازيديا، بازيديا سبور. البازيديوم مما يتكون من خلية طرفية، بس انتبهوا لي، البازيديوم يتكون من خلية طرفية المن لخيط الفطر، لهيفا الفطر، وينفصل عن بقية الهيفات بواسطة حاجز عرضي. إذا الأول هو خلية طرفية لخيط فطري، ثم ينفصل عنه بحاجز عرضي. هذا هو التركيب البازيديوم اللي يحمل أربعة نتوءات على كل منها سبور بازيدي، وتمثل هذه الصفة الفطريات البازيدي. البازيدي مما يتكون في أكثر الأنواع، يتكون من طبقة الهايمينيوم لاير اللي هي الطبقة الخصبة، أيضا أخذناها في التكاثر الجنس الفطريات، توجد معها طبقة خصبة. هذه الطبقة الخصبة عدة تراكيب، ماذا توجد معها في الطبقة الخصبة الهايمينيوم لاير؟ توجد عدة تراكيب مثل السيستيديا او البازيديولز. طيب البازيديا نوع واحد ام عده انواع؟ عده انواع تختلف في الشكل باختلاف الفطر. النوع الاول هو البازيديا، النوع الثاني فرادبازيديا، النوع الثالث تليوبازيديا، وهو نفس الطور التيليت اللي قلنا يتكون من خليتين مستدق بالنهايه، يا شباب مستدق وفي كل خليه ثقب بات. هذا النوع الثالث لازم نفهمه، لكن تقول عن النوع الاول هذا نفس التركيب البازيني اللي قلنا يتكون من طرف الخيط الفطري، ينفصل بالجدار العرضي، يحمل اربع نتوءات، هذا الهولوبازيديوم. لكن الفراغما بازيديوم انه نفس هذا التركيب اللي قلنا عليه، يتكون من طرف، سينقسم الى حواجز، ينقسم الى اكثر من جزء بحواجز عرضيه او طوليه. الهولا نفس التركيب يحمل اربع نتوءات، الفراغما لا، نفس البازيديوم لكنه يتقسم بحواجز طوليه او عرضيه. طيب هذا الشكل يا شباب، هذا الشكل أرجو الانتباه، هذا الشكل انتبهوا لي. هذا الشكل الثالث من السبورات بازيدي هو التليسبور، اللي قلنا يتكون من خليتين مستدق النهاية، وفي كل واحدة منهم يوجد ثقب نواة، وفي نفس الوقت التليسبور مشهور بأنه يحمل نوعين من الأنوية، ثنائي الأنوية. يا شباب ستحدث عملية الاندماج، حدثت عملية الاندماج، لاحظوا هذا إشارة سالبة، هذه إشارة موجبة، احنا انطيناها لان ما لا نستطيع التمييز بين الاسبورات. طيب يعني بين الانويه صار اندماج، انتهى من هنا، راح تحدث عمليه الميوزيس اللي هي عمليه الانقسام الاختزالي. انتهينا من هذا الموضوع، اتكونت لي اربعه خلايا يعني بطرز وراثيه مختلفه موجبه وسالبه، واللي هذه تعمل على نقل الحشرات، لان الطور البكني هو اللي يفرز لي الماده الجاذبه اللي تجعلها تنقل لي هذه السبورات في بدايه الموسم وتحدث لي الاصابه. هذا الطور الثالث. لكن نجي على الاي والبي يا شباب، هذا الاي اللي هو نهايه الخيط الفطري، انفصلت بحاجز عرضي، حملت اربع ذنيبات 1 2 3 4، وكل ذنيب يحمل سبور ويمثل حاله مثاليه المن للسبورات البازيديه. هذا منو؟ هذا الطراز الاول هو البازيديوم. هذا الطراز الثاني الفراغما، بس انتبهوا لي، هذه النهايه الطرفيه، هذه النهايه الطرفيه، هذه النهايه الطرفيه المن لخيط الفطري. ماذا حدث؟ حدث انه انقسمت بحواجز عرضيه او طوليه الى ايش؟ الى بازيديوم، يعني جزئين، كل واحد منهم سيحمل سبور، هذا بازيلي سبور وهذا بازيلي سبور. اذا ما صار تجزئه، هذه النهايه الطرفيه الخيط الفطري اللي سميت بازيديوم اتجزئت الى جزئين بحواجز طوليه أو عرضية. إذا الأنواع الأول هولو، هذا الشكل مهم مطلوب يا شباب، وهذا الفراغما أيضا هذا الشكل مهم جدا، ثم هذا السبور التيليتي اللي هو يمثل النوع الثالث من أنواع الباسيديوم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.